سباق من سباق قدرة لسباق سرعة، فشو رأيك يعني في نهاية السباق؟ والله نهاية يعني قليلة أنك تشوفها في سباقات القدرة، وتدل على أن يعني الخيول جيدة جدا. وين الخيول الأوروبية؟ ما هم موجودة. وين الأمريكية؟ يعني ما هم موجودة. أسترالية كلها ما كانت موجودة، يعني مع أن الأستراليات اللي فازن وأمريكيات، لكنهن يرويك أن الخيل يعني يتعاملون يا الخيل أهل الإمارات أحسن عن الأوروبيين أو ما شابه ذلك. طويل العمر، بعد المستوى اللي شفناه اليوم، هل نقول أنه البطولة العالم للنخبة توازي من حيث مستواها وأهميتها بطولة العالم وبطولة أوروبا المفتوحة؟ المعروف أنه هالبطولة تأتي في المرتبة الثالثة بعد بطولة العالم وبطولة أوروبا، بس المستوى اللي شفناه اليوم يعني بدل على أنه توازيهم من حيث المستوى والمكانة. هم اشتركوا عدة مرات في بطولة في أوروبا وفازوا، وأنا أتوقع أنهم في فرنسا أتوقع أنهم سيفوزون. يعني طويل العمر، الحديث عن حالة الطقس يعني كان كثير أمس واليوم، في رأيك هل الوقت مناسب لتنظيم بطولة العالم للنخبة؟ نعم الطقس ما هو بحار، يعني يمكن يكون تحصل حرارة إذا رايحين مع الهواء، لكن كثرة السيارات قريبة عليهم وهذا هي اللي تعطي شوية قليل من يتضايق عن الخيل، لكن الطقس لا عادي. طول العمر لاحظنا في تغيير في ميدان سيح السلم، هل هذا التغيير يعني يوفر راحة أكثر للخيول ويعطي دفع معنوية أكبر للفرسان لقيادة هذه الخيول؟ هذا السباق هو لما يكون يعني مثل ما يقال كان أول سباق اختراق الضاحية، يعني ما له طريق معين، وسباق القدرة هو قطع من غير طريق، ولأجل هذا سواء غير أو ما غير فهي نفس المنطقة، وفيها تجيها عراقيب وتجيها سيوح وما فيها أي شيء يعني، لكن أحسن أنك تغير الاتجاهات على يكون نفس الاتجاه نفس هذا فيها، يعني ويكون عند الخيل مثلا المحلية بيقول لك أنك أنت تسابق على هاي الأرض، ويمكن أنه يكون يعني مثل الذي ودك أنك يعني تعطيه الحق، فلأجل هذا غيروا المسار كليا. هذا المسار ما قد ساروا فيه السنة، فقط مسار واحد الثاني هو اللي ساروا فيه، سارين فيه العام وعام الأول والسنة. طويل العمر، بعد انتهاء موسم سباقات الغدرة، ما هو تقييم سموكم لخيولك خلال موسم سباقات الغدرة والفرسان تابعين لكم؟ لا، اللي يتعاملون يا الخيل جيدين، الخيول جيدة، يمكن أنها هو في المستوى الذي فازت عليهم اليوم، وفي خيول يعني تعرف أنت القدرة أحيانا تتعطل الخيل فيه وعطالها يطول، فلأجل هذا في عندنا خيول متعطلة نفكر أنها لو كانت موجودة يعني أنها بتكون في الأوائل، وإن شاء الله أنها تشارك في السنة القادمة. طويل العمر، يعني تقدم الفرسان، فرسان الإمارات واحتلالهم المراكز المتقدمة وتقدمهم على الفرسان الباقين، فرسان العالم من فرنسا وأستراليا وبقية الدول، ماذا يعني هذا لفرسان الإمارات طويل العمر؟ والله أسأل نفسك، طبعا هذه مفخرة، ونحن يعني سعداء أن نشوف أبنائنا ينافسون العالم في جزء من الرياضات الذي هي بدأت محبوبة في جميع أنحاء العالم، ويجيبون هذه النتائج، يعني نتائجهم جدا جيدة، والحمد لله أنهم يعني أدوا الواجب اللي كان مطلوب منهم. شكرا لك طولة.